حقيقة أكثر ما مؤثر على محافظة ديالى، ونحن تكلمنا في هذا الموضوع، هي مناطق صلاح الدين، وثبتنا النقاط الواهنة مع قيادة صلاح الدين وقيادة عمليات سامرة وقيادة العمليات المشتركة. المناطق الشاغرة اللي هي أكثر من 14 قرية في صلاح الدين، هو أكثر ما مؤثر على محافظة ديالى، منها تنطلق الزمر الإرهابية إلى سلسلة جبال حمرين وإلى مناطق العظام، أيضا يخترقون قطاعاتنا من لأنه نقص في القطاعات في محافظة ديالى. طلبنا أيضا لواء من السيد وزير الداخلية، وكتب على الكتاب هامش أنه مداولة مع قائد المشتركة ومع قائد الاتحادية، على اعتبار أنه كان هناك لواء من الشرطة الاتحادية في محافظة ديالى في المعارك، انسحب لواء العشرين، واليوم احنا نطالب من هذا المنبر وأيضا من قيادة العمليات بإرسال لواء إلى ديالى لنقص القطاعات الحاصل في ديالى ولسد الثغرات الموجودة، وعلى أقل تقدير لمسك الحدود الفاصلة مع صلاح الدين، وهي أكثر ما مؤثرة على ديالى حاليا. طبعا يعني أنا من وجهة نظري أحمل الوزراء الأمنيين السابقين، وبالأخص يعني رئيس الوزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحة السابق ووزير الدفاع السابق، لأن طالبناهم أكثر من مرة بكتب رسمية ويعني كتب من لجنة الأمن والدفاع بتعزيز عندنا مناطق مفتوحة وواسعة بتعزيزها بقوات إضافية، ولكن يعني حقيقة كان عدم وجود جدية في الموضوع، ولاحظنا يعني تسويف للأمور وما تم تزويد هذه المناطق، بالإضافة إلى أنه يعني إحنا ما نقدر ننكر بأنه يعني الأمور الأمنية تحتاج إلى مراجعة وإعادة الخطط من جديد. نعرف إحنا خلال هاي الفترة خلال شهرين يعني موضوع كورونا وموضوع خلية الأزمة وانتشار القطاعات كان التركيز على فرض حظر تجوال وغيرها، قد يكون هذه يعني مثل ما نقول سببت بعض يعني من الأمور الضعف في مناطق معينة. الأمور مشخصة، الوزراء الأمنيين الجدد يعني كان عندنا لقاءات معاهم يعني خلال الأربع خمس أيام أكثر من لقاء، عندهم تصور كامل عن المشكلة الموجودة حاليا في ديالى، مثل ما ذكرها يعني الأخ النائب عبد الخالق وأيضا الأخوة الكرام.